كيف حجبت؟ كيفكم يا جايز؟ اليوم حنحكي عن شخصية عظيمة، الجوكر المصري. لازم تحضروا هذا الفيديو كامل، لازم تحضروه كامل، حيروح عليكم نص عمركم يا شباب. قبل ما احضر اصحاب احكي لكم، هذا المايك كان لقناة الجيمينج، هو كثير غالي وانا خربته، كنت بلعب لعبة كثير مستفزة على قناة الجيمينج، طبعا اضطريت اليوم اشتري هذا المايك، بس حبيت احكي لكم الوضع مولع في قناة الجيمينج، قاعد بنزل فيديوهات حلوة كثير. اوكي جايز، تعرفوا الجوكر الهندي؟ متذكرينه؟ هذا الزلمة. الهندي الجوكر كلكم بتعرفوه يا جماعة، شفتوا فيديوهاته أكيد، وقتها كان مولع قبل تقريبا يعني كم شهر، وحسابه التيك توك واصل 9 مليون متابع. 9 مليون متابع ليش؟ لأنه بقدر يعمل هيك. مش هالموهبة العظيمة يعني، بس جد يعني الزلمة انشهر بطريقة مخيفة. طلعوا هاي الحفلة في الهند. مين أجا ها لا 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 تعملها. كلهم بصرخوا اوه اعمل حركة. مشكلة يعني هو كل اللي عليه يعمله انه يعمل الطقة مع الصوت، بس هو حتى هاي ما جابها صح. فاللي صار يا جماعة انه هذا الزلمة اجت فترته، بعدين تعرفوا بلش يطفي، وصار في العالم زي في احتياج لجوكر جديد، جوكر اقوى واحسن عشان يعبي هذا الفراغ. وهون يا جماعة ظهر الجوكر المصري. هو اسمه جوكر مصري، انا مش عشان جنسيته ولا شيء، يعني اسمه على تيك توك جوكر المصري. يا جماعه انا كثير بكره عاده انه الواحد يحط اسم بلد في اسمه، ان شاء الله امل بدك يا شو ذنب مصر كلها تتحمل. كل حب لك ورق مصر، مصر ام الدنيا. المهم خلينا افرجيكم جوكر المصري. اضرب عصفوره بتنقل الكلام دي مش رجوله. ايوه على المهرجانات كمان. حياتكم ما حتلاقوا جوكر عربي هالقد. اول شيء الزلمه لابس كل طقم الجوكر، متعب حاله، جايب بدله لونها زهري، اوكي، شعر اخضر، كل شيء، بعدين شامط شبشب. طبعا يا جماعه جوكر المصري مبدع بقوه، بس انا الاول بدي افرجيكم شغلات الرقص، بعدين بدخلكم على اشياء قويه صح. رموز اونلي وان طبعا كلهم يا شيخ. طبعا يا جماعه الفيديو الماضي كان بشبشب الحمام، بس الزلمه حسب النقص قال لك شو بس شبشب حمام، لا انا بجيب له من الحمام كامل. وعمل الفيديو وهو قاعد على السيفون يا جماعه. كو عارفيني ايوه انا اللي ما فيش مني. انا حاسس يا جماعه انه كان هو بشخ عادي، بس بعدين فجاه صاحبه دخل عليه بكاميرا وهو مش حاب يكسفه ف ايوه انا اللي ما فيش مني. كو ولعوا عادي ولا يشغلني. يا جماعه بقول لكم شغله، بس ما عندي بس انا ما عندي مزح، حبيت بس ادخل الجو على الكامل تمام. الزلمه شوي برقص بالبوكسر، حبيت يعني تعرف اريح انا كمان. يلا اعطيني الفيديو اللي بعده من غير الله عليك. استنى الزلمه اقسم بالله ثقه. كل هالناس لما يجوا يتصوروا بعد يضبطوا حالهم وقال وقف وقفه كويسه. الزلمه هاد بلش الفيديو بكرشه، ما اعطيني كرشه زي هيك، خلص اعطيني. يا جماعه جد الزلمه هاد جوكر قلبا وقالبا، من جوا جوكر ما مش فارقه معاه، بالشباح يا جماعه، بالبرداي اللي ورا هاي، وهداك البرواز اللي كله يضع انه يفصل الضيوف. يس يا شباب ارجع بالتاني هسيبكم الرقص بس عباره عن مقبلات يا جماعه. اما الجوكر المصري في كثير قصص ثانيه عليه، مثلا بحب يعمل مصارعات وقتالات اكشن، يعني شيء مرتب. بس على الشوكر جه اي حد يدوس عليه. الشوكر جه الشوكر اجى يا جماعه، الشوكر اضربوا الله. تعرف الجوكر مين قتل قبل شوي؟ هولك. هذاك هو الهولك، شكله صار له فتره مش رايح الجيم، بس هولك يا جماعه هو عشان ما يتعبوا كمان بالضرب وهيك، فبس هو بيعمل حاله بيضرب ضربه واحده بعدين الكاميرا بتصير تهز كثير. خلاص كل حدا مات. مقاطع اكشن اشي بخوف. عند الجوكر البصري يا جماعه اقوى جوكر في العالم. عم مين عم بدوروا الاسد عود دايرك ابوس البلد ولا بالقدر. شفتوا كيف الفايت من اقوى الفايتس في الحياه؟ طبعا هم صوروا فيديو بس لاحظوا فيه نقص اكشن، فراحوا شو عملوا بالمونتاج؟ صار بس هيك يعكس الصوره. بس تعرفوا شو الجوكر المصري بيحب اكثر من المصارعه؟
الأطفال. بحب الأطفال يا جماعة. بعرف بالضبط. يا جوكر، نحن هنخطف عيل صغير، العيال الصغيرة كلها هنخطفها. خلاص اليوم بدنا نخطف عيل صغير. ماشي يا شوكر؟ يلا بينا يلا بينا. بالتوك توك طالع، بالتوك توك طالع. يلا روح اخطف عيل صغير بالتوك توك. طلع الصغير الثاني طالما اتفه وقاعد بضحك، انه هو شايفهم مسخره اصلا، مش عارف يمثل، يعمل حاله خايف. اضرب 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 الهواء. ارفع يعني. لا حلو حلو حلو، حطه في التيك توك. الولد قاعد ارفع، الولد حتى ما حاول يهرب. اقعد. اوكي اشي ابداع يا جماعة، اشي ابداع. هذا الاشي اللي قاعد بحضره، انتم مش فاهمين. في بداية الفيديو تسمع واحد بيحكي 3-2-1 اكشن، 3-2-1 اكشن، حتى ما قصوا هذا الجزء، فاهمين؟ خلاص الجماعة ما عندهم مزح. هلا انتم شفتوا المصارعة وشفتوا اطفال، تخيلوا ناخذ هاي الشغلات ونعمل هيك مع بعض، بيطلع لنا اشي كثير مرتب. خلينا اشرح لكم. هذا هو باتمان، تمام؟ هسا باتمان خاطف سبايدر مان، هسا سبب ما سبايدر مان في المسلسل تبعهم طفل، هيك حطوه طفل خلص. فخلينا نشوف هسا شو بصير. راح بينا باتمان، انت مالك يا جوكر؟ قتل الواد باتمان. هي مالك يا باتمان؟ انت مالك يا جوكر؟ انت مالك يا جوكر؟ طيب جوكر يا جماعة بينقذ الطفل اللي هو سبايدر مان. الواد ابو عايزه باتمان، والله سيب الواد. انت كتير يا باتمان. هاي لا لا، باتمان وجوكر حدوا شوي، مش مستاهل. الله عليك، هيبة هيبة. الجوكر المصري يا جماعة هيبة. حسب في أمريكا الجوكر أكيد كنادر يعني دعس على وجهه، بس لا الجوكر المصري. بطل اشترى بقى. الله عليك، طلع الجوكر أرقى سبايدر مان أحسنه. أي حد بيحضر أفلام سبايدر مان وهالقصص كثير 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 حيتضايق بالفيديو. الحلو في الموضوع إنه هاي سلسلة، يعني في سلسلة من الأحداث بتصير. يعني في هذا الفيديو فجوكر المصري حامل سبايدر مان اللي هو انقذه قبل شوي، فمين بيجي يوقفه؟ ايه ده جوكر يا سوبر؟ سبايدر مان. سوبر مان. سوبر مان اجا. والله الزلمه مسك القصص هاي مارفل وابصر شو وعمل فيها هيك. مفيش واد ما خلاش تيجي معاك انت يا سوبر. بقول لك هات الواد. ما خلاش تيجي معاك انت يا سوبر. يا سوبر بس يا سوبر. ما خلاش تيجي معاك انت يا سوبر. الحلو يا جماعه في واحد معه في ورا حكى يلا يا عم. يلا يا عم. مش عارف شو كان فيه، المهم التنين هيك اتطلعوا على الكاميرا ووقفوا الفيديو. طب قصوا يعني قص الفيديو يا اخي، قص في تيك توك، في نفس تيك توك بيعطوك خاصيتك، قص قصة يا زلمه حسسني باي قيمه كمشاهد. وسؤالي لك يا زلمه، ليش سوبرمان لابس بوكسر على وجهه يا زلمه؟ سبايدر مان ليه؟ خرج عنك انت شو؟ ايش هذا؟ انت من وين ام جبت الماسك؟ سوبرمان في الكرتون ما مش لابس ماسك، في كل افلامه مش لابس ماسك. اجى جوكر المصري قال لك خد يا زلمه ماسك طير. عامل ايه يا رب؟ وانا عشان ضعيف في ايه في ايه انا شفت. فهذا الزلمه زعلان، ابني وين ابني؟ فجوكر بيجي بالمرصاد جاي يساعده، تعرفوا لانه الجوكر بيساعد الناس هسه. الرجل الاخضر خطف ابني. هالك هالك يخرب بيته، هالك قاعد بسرق اولاد الناس. اه جوكر عايز ايه؟ شبطل الشر بقى. تمالك يا جوكر؟ مش هتبطل الشر بقى. شبطل الشر بقى. مش هتبطل الشر بقى يا هالك. جوكر قاعد بقنع هالك انه ما يعمل شر، يا زلمه الشر مو كويس، انت متهبل يا ولد. هالك الزلمه اللي في افنجرز كان ينقذ العالم، جوكر اللي كان يحاول يخرب ام الدنيا، وطلعوا جوكر مين قاعد بنقذ؟ سبايدر مان. عادي عادي، انتم ما انتم خلص انتم بس ركزوا. بطل شر هالك يا عم. ماشي بطل شر. بطل شر يا زلمه، بطل شر. هالك زعل يا جماعه. ما تزعلش، ما تخش من اي حد، اي حد يكلمك. يسعد دينك جوكر. جوكر يا جماعه جوكر كثير كويس والله، هون هيك كثير كويس قاعد بينقذ اطفال وقصص. هو هدفه الاساسي كان يقلد جوكر الهندي، وجوكر الهندي زلمه بسيط بيعمل هيك وخلص يعني. بس سؤالي هو شو صار معك؟ كيف الموضوع تطور هيك؟ كيف صار في هولك، سبايدر مان، باتمان، سوبرمان وكلهم قاعد؟ ايش قاعد تعمل يا زلمه؟ بتعمل ايه هنا؟ أنا جالك بخبر يا جوكر. ايش هاد مو فاهم. خلينا نقرا الكابشن. الجوكر يقضي على سوبرمان وله الخفي. اوف الفيديو كامل على يوتيوب. اوه عنده قناه يوتيوب والله.
والله ما بعرف، والله اشي نار. طيب يعني ليش انا ما بعرف على الموضوع يا جماعة؟ ابعتولي الاشياء الغبية على النت على موقع الاقتراحات abroad.com/habit، ابعتولي الاشياء هاي لازم اعرف عنها. اوكي اوكي والله طيب ممتاز. شوف يا سلام. اوه الابطال الخارقين يحاولون اقتحام مملكة الجوكر يا اولاد الكلب. بحذركم يا جماعة غالبا حنحضر هسا نسخة مرئية من احلام العصر. جماعة شفتوا؟ في عندك الهولك تمام؟ وفي عندك هذا الشخص، بعدين في عندك لاكاسا دي بابيل وباتمان، أنتوا فاهمين الناس اللي قاعدين بيجتمعوا مع بعض مين هم؟ كيف زبطت معك أيوة؟ على كيفك أنت، على كيفك تقرر؟ الحركة هذا كله عبارة عن زي سنيك بيك يعني عشان تتحمس تحضر حلقة كاملة. اوكي خلينا نحضر حلقة. جوكر ضحك عليه في مليون دولار. في الجوكر سرق مليون دولار من هذا الزلمة. اوكي انا متحمس اشوف كيف باتمان حيتدخل. اما ده بقى باتمان فبرضه مش عارف يعمل مع الجوكر حاجة. شفتوا النطة يا جماعة؟ شفتوا النطة؟ يا جماعة ايش في اشي بالحياة هزلمة ما احترقه؟ الفيزياء دبح الفيزياء، كيمياء بعرف شو دخلها، الاحياء ودايما فرحان بجسمه ان هو ضخم. الهولك لابس كروكس بس طلعوه هيك. جسمه ان هو ضخم جدا. هولك صحيح معضل وقوي هيك بس يا اخي يعني ما بحب يتغلب ويلبس بوت برو، بيلبس كروكس. لباس الاقوياء. ودايما عنده الحركة دي. اي لكاسا دي بابيل شوفوا اسمعوا باتمان هولك كذا فهمنا جوكر يعني لكاسا دي بابيل يعني على نتفليكس ومسلسل اسباني فاهم اسباني مش امريكي حتى وبيحكي عن سرقه وإشي مالوش دخل كامل دراما كامله فهذا شوف انا شو دخله البروفيسور المصري البروفيسور المصري يا جماعه اللي حضروا لكاسا دي بابيل بيعرفوا ايش مين البروفيسور البروفيسور الوحيد في كل الشغل ما لابس قناع فاوكي قول عسى جوكر في الكومنتات الناس دي ما بتحبكش الكومنتات هتعرف باتمان بيحكي له هذا الناس ما بتحبكش الناس دي ما بتحبكش الكومنتات هتعرف بقول له بالكومنتات هتعرف ما سيبناش يا جوكر يا الهي قلت لكم احلام عصر والله احلام عصر جماعة هاي لايك اقسم بالله كل الدعم لهالناس ابداع هاد بتعرفوا شغله القناة هاي بدها قاعدة يعني الصراحة في اشياء مرتبة فإذا هذا الفيديو عجبكم بلكي كملنا عليه اذا ما بدكم احكوا لي كمان في تعليق بالمرة بس يعني انا مش شايف اشياء حلوة مش عارف اشوف يا بدها قاعدة بتمنى يكون الفيديو عجبكم يا جماعة احكوا لي انتو فريق جوكر ولا باتمان ولا بروفيسور ولا هولك فكروا جحوش يلا بيس استنوا شغلتين اول شيء قناة الجيمينج الفيديو اللي كسرت فيه المايك حيكون في الديسكريبشن روحوا احضروه الشغلة الثانية تابعني على الانستغرام راح اسجل بالجيم ان شاء الله عند نزول هذا الفيديو خلص تابعني عشان تشوف كيف انا حصير معضل يلا بيس والله الكاميرا بعيده